يا مساء الخير ومساء الدلال والصحة والجمال في حلقة جديدة من حكاية كل بيت. ما تنسوش تستنونا كل يوم ثلاث الساعة 3:30. قبل ما اتكلم في موضوع الحلقة وقبل ما الكلام ياخدنا ونتناقش مع بعض، في مسج جات لي على الصفحة بتاعتي من حد كان خاطب واحدة وبيحبها جدا، وللأسف ان الموضوع ما كملش. قال لي انا عايزك تتكلمي عني، وأصر ان انا ابتدي بيه الحلقة، بس انا مش هتكلم يعني مش هتكلم اقول واحكي موضوعه واحكي تفاصيله، لا انا هتكلم بالنيابه عنه. احلى حاجه في كل حاجه هي اول حاجه، وانا بعتبر ان اول حاجه في كل حاجه هي هو الاهتمام. الاهتمام هو المفتاح اللي بيفتح القلوب المقفوله في وش كل الناس لشخص واحد. الاهتمام ده هو اني ابين لك مكانتك في حياتي. يمكن أكون بعاتب عليك على إنك ما بتهتمش، ويمكن عتابي ده يكون قاسي شوية، لكن ده علشان أنا بحبك. لما تلاقيني ما أفرحش بالحاجة غير وإن ما أشوفك أنت كمان فرحان، فده علشان أنا مهتم بيك، بهتم بيك في أصغر التفاصيل اللي يمكن ما تكونش مهمة. أنا بهتم بيك علشان أعرف إن أنت بتحبني، بهتم بيك لما تحس انك بتقدر وجودي، بهتم بيك لما بخليش الليل يعدي عليك غير وانت مبسوط، عمري ما اسيبك يعدي عليك ليه وانت زعلان. بهتم بكل تفاصيلك، بهتم بفرحك وبزعلك وباحلامك وبطموحاتك وحتى في اصغر التفاصيل. في كل الاوقات بسمعك، بهتم بيك، مهتم بيك في التفاصيل مش المفروض انها تكون مهمه، لكني بهتم. بس خليني أسألك سؤال، أنا فين؟ أنا فين؟ أنا مكانتي إيه في حياتك؟ أنت اهتميت بيا؟ عمرك اهتميت بيا؟ عمرك اهتميت أنا مبسوطة ولا فرحانة ولا فرحان ولا نجحت ولا فشلت ولا أنا كلمت مين ولا أنا عملت مين؟ إيه؟ إيه؟ لحد إمتى هفضل أنا اللي بعمل كل حاجة؟ لحد امتى هفضل انا باخد الخطوه الاولى؟ لحد امتى هفضل اتحايل عليك واقول لك ارجوك اهتم بيا؟ لحد امتى هفضل اديك الاهتمام اللي يخلي كل الناس نفسها يكونوا في مكانتك في قلبي؟ لحد امتى؟ لحد امتى هفضل اديك وانت ما تستاهلش؟ لحد امتى؟ كنت فاكر انت هتكون السند والظهر، كنت فاكر انت الإنسان اللي يعوضني عن الاهتمام اللي أنا ما عشتهوش قبل كده. لحد إمتى؟ لحد إمتى هفضل أقولك يا أخي الحاجة لما بتتقال وبتطلب ما بقاش ليها طعم ولا معدة؟ لما أقولك اهتم بيا مرة فتكلمني بعدها مرة تقضية واجب ملهاش طعم، ملهاش طعم الحاجة لما بتتعمل من غير ما تطلب حتى لو كانت صغيرة جدا، بجد بيبقى لها طعم حلو قوي، طعم أحلى من المر اللي أنا شايفه منك. كل اللي أقدر أقوله لك إني اهتميت وبينت لك حبي ليك، وبينت لك كل ده في كل الطرق الممكنة والغير ممكنة. كنت باجي على نفسي علشانك لكن أنت ما قدرتش. لكن خليني أقول لك، جه الوقت أكيد في حد في الدنيا دي هيهتم بيا ويكون سند وظهر، لان انت طلعت ظهر مايل. قبل ما تتناقش وتقولي وتزعق، اهدى اهدى وفكر قبل ما ترد وتجرح، اهدى وفكر قبل ما تفتح جرح عمره ما هيتقفل. هنروح الفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اسفه لو كنت يعني أجريسيف شوية في الكلام، بس دي رسالة أنا بوجهها من شخص هو عايز يوجهها لخطيبته اللي سابها. أنا عايز أقول حاجة، مش كل السكوت يعني إن أنت راضي وقابل. في سكوت عشان ما حدش يسمع اللي جواك، في سكوت عشان ما تحملش اللي حواليك همك، في سكوت عشان أكتر حد محتاجه جنبك مش حسك، في سكوت عشان بتراجع سنينك اللي راحت مع ناس غلط، في سكوت عشان بتكتشف حقائق يا ريتك ما اكتشفتها، وفي سكوت لانك بتعافر
وبتعاتب وخايف وبتعافر في الطريق الغلط. في سكوت عشان بتتحامل على نفسك وخايف خايف تسند وتستقوى على ناس مش شبهك. في سكوت عشان مش هتسمح لنفسك تقع وما تقومش. وفي سكوت عشان تتعلم ما تندمش ولا تبص وراك ولا تحتاج من حنية من حد. في سكوت عشان بتلم اللي باقي منك وعشان تستعد للمرحلة اللي جاية. في سكوت عشان تعيد حساباتك رغم انك ساعات السكوت ده بيبقى اكبر ظلم لنفسك لانك محتاج راحة في النص. في سكوت لما بتتنازل عن كتير قوي من كرامتك. ساعات الوقعة والتنازل والعياط والانهيار بتبقى عايز تاخد هدنة لنفسك وتهديها. مطلوب ان انت ما تفضلش ساكت. اقع وقوم وعيط واصرخ، ما تفضلش ساكت. بس المشكلة ان انت هتنهار وتعيط على اتفه الاسباب. احنا جماعة محتاجين حاجة، في حاجة زي الكتمان اللي هو السكوت اللي كنت بحكي عليه. تفضل تكتم جواك، تكتم 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 وتضغط تضغط تضغط لحد ما تنفجر. احنا مش محتاجين مجرد ناس تفضل جنبنا وبس، لا، احنا محتاجين حد يفهمنا من سكوتنا، حد يحس بينا، حد يكون حابب ويسمعنا ما يزهقش، حد يتقبل اوقات تعبنا ويستحملنا في الوقت اللي مش قادرين نستحمل فيه نفسنا، يكون معانا وما بيتغيرش مهما حصل. احنا محتاجين حد يحسنا قبل ما يحبنا، حد يفهم كلامنا من سكتنا، حد يقبلنا زي ما احنا، يهتم بأدق التفاصيل، حد يضمننا في الغياب قبل الحضور، حد يخطط ازاي يحيي الضحكة اللي ماتت جوانا، حد ياخد مننا اللي ما قدرناش نديه لحد. محتاجين حد ما يهونش عليه دموعنا وما يهونش عليه وجعنا وما يهونش عليه غيابنا، حد يحب وجودنا ويعشق روحنا وكمان بيتأقلم مع ظروفنا ويسلم ويآمن إننا نستاهل كل خير، حد يفضل جنبنا عشاننا، حد يدوم ما يزهقش ما يتغيرش ما يملش، حد يقدر قد إيه أثر في حياتنا، حد يسمع الكلام من أول مرة ويتعلم من كتير قوي فاتوا علينا. من الآخر محتاجين حد يحس إن حياتنا إن حياته من غيرنا ما تسواش، وإحنا هنديله عينينا والله. وصلنا لمرحلة دلوقتي يا جماعة من الكتمان إن إحنا مش عايز تحكي، مش عايز تتكلم، عشان خلاص الكلام ما بقاش يفيد. لو حكيت مع صاحبك أو صاحبتك أو حبيبك أو خطيبك أو جوزك أو أي حد قريب منك، الكلام ما بقاش يفيد. إن أنا أتكلم وأقول أنا حاسس بإيه؟ طب أنا لما بتكلم أنت مش حاسس بيا ليه؟ مش شايفني؟ أنا تعبان قد إيه؟ ما فكرتش إن ممكن تكون في مليون حاجة تعبان وتعب أعصابي؟ ما فكرتش في ده؟ عايز أقول حاجة كمان، في الحياة، ده الإعلامي الزميل مصطفى الآغا قالها، في الحياة في حاجة اسمها سين الحياة. يعني إيه سين الحياة؟ سين الحياة دي هي اللي هتلون حياتك، بمعنى إنك في الحياة دي هتولد عشان تصرخ. بس قبل ما اكمل، مصطفى الاغا، الو. الو، ايوه، السلام عليكم. مساء النور، ازيك يا سهى، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انت حالتك؟ الحمد لله، اتفضلي. عجبني كلامك قوي، بحس ان احيانا الانسان بيحب، مش لازم على فكره ان هو بيكون ساكت عشان هو طبيعته كده. احنا على فكره احنا البشر بطبيعنا، او البنات بطبيعنا كتوم قوي. بس ما بتلاقيش احيانا الشخص اللي هو بيفهمك
من نظرة، بتحس ان انت كائن غريب على فكرة، عشان لما تقولي لحد هو ليه الناس ما بتفهمناش من غير ما نتكلم، بيبص لك كأنه انت غريبة قوي، بس يا وانا ما سهى، اعرفش ليه. بس يا سهى، مش طبع البنات هي اصلا كتومه. هو انت ممكن بتبقي كتومه او تسكتي غصب عنك، لان انت مش عارفه تردي، بس مصدومه من اللي قدامك، من الطريقه، من الاسلوب، من الاهمال. اصلا تبقي معاشرة شخص بقالك سنين جدا، ولما تسكتي ما بيقولش مالك. وفي حاجة على فكرة، انا بعرف شخص من يومين احيانا، ولما بيسكت بحس ان في حاجة. على فكرة طريقة كلامك مش عجباني، وانت في حاجة ليه انا ما بتسألش نفس السؤال؟ انت عندك كام سنه يا سهى؟ انا عندي 19. طيب يا سهى، يعني اولا يعني انت صغيره وهتحبي وهتتحبي، ممكن تكون جت تجربه كده في حياتك مخلياكي حاسه بنقص كده جواكي، او ان انت مش كامله في حاجه معينه. بس عايزه اقولك هتلاقي اللي شبهك وهتلاقي اللي يحبك، وسيبيه وسيبيه هو اللي شبهه. شكرا يا سهى. دي مشكلة زي ما سهى اتكلمت، ناس كتير بتعانيها في البنات، يعني مرحلة المراهقة دي. بس هي مش مرحلة المراهقة بس يا جماعة، لا ده احنا يعني يعني احنا بنتكلم من 19 ل 30 سنة او 32 سنة. احنا بنتكلم على انا بسكت ليه؟ هل انا بسكت عشان مش عارفة ارد عليك، ولا انا بسكت عشان انا مصدومه من الكلام ومن الطريقه ومن الاسلوب ومن المعامله ومن من حاجات كتير انا مش مصدومه منها، صح؟ انا بسكت عشان حاجات كتير قوي مش عارفه اقول لك انت ازاي بتعمل كده، او اقول لك انت ازاي بتعملي كده. هنرجع. طيب احنا ممكن ناخد اتصال تاني. ام ابراهيم من كفر الشيخ، الو. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، ازيك يا ام ابراهيم؟ الموضوع بتاعك جميل جدا، وموضوع بصراحة يعني بحس ان انت بتلمس الواقع. ربنا يخليك، شكرا جدا جدا لذوقك. بحس ان انت بتلمس الواقع بصراحة، بس يعني احنا كستات المفروض نتعايش مع الواقع ده يعني، ونتأقلم عليه. قصدك ان احنا نصبر يعني نعدي يعني نكبر اصل دماغنا؟ حضرتك يعني انا متجوزة من سنين، وانا عندي 16 سنة، ودلوقتي عندي 32 سنة. تمام، تمام. يعني كل الكلام اللي حضرتك بتحكيه ده يعني وسط حياتنا في الواقع بتاعنا، بس يعني من الحب والمودة اللي بيننا وبين بعضنا نحاول نتغلب على يعني على الإهمال وعلى الطناش من أزواجنا، ونحاول نتعايش في معاهم ناس يا أم بالحب إبراهيم ما والمودة. تستاهلش، في ناس هتتعبي على الفاضي. فعلا مش كل اللي نضحي عشانه، مش كل اللي نضحي عشانه فعلا يا دكتورة، مش كل اللي نضحي عشانه، بس فيه يعني عشان الحياة تمشي، وعشان الولاد، وعشان المركب تسير، لازم يعني نتعايش مع الوضع يعني ونتأقلم قصدك يا عليه. ام ابراهيم، يعني حضرتك شكلك يعني ست متجوزه وعندك اولاد، يعني انت بتسيبيها كده على ربنا عشان انت فاتحه بيت وعندك اولاد. طب وهل البنات اللي لسه ما اتجوزتش بتعدي ازاي؟ لا، البنات اللي لسه ما اتزوجتش طبعا انا انصحها ان هي تحسن الاختيار وما تتسرعش في اختيارها. صح، عندك حق. شكرا ليكي جدا جدا يا ام ابراهيم، شكرا على اتصالك. الموضوع يا جماعة لمس ناس كتير. أنا يمكن بتكلم، أنا مش بتكلم بصفة شخصية، أنا بتكلم بصفة شخصية وبتكلم بصفة كل واحد عايز يطلع اللي جواه ويتكلم ومش قادر، وبيقول كفاية كفاية حسوا بيا. في ناس عايز أنت تقول لها عايزكوا تحسوا بيا، عايزكوا أحس بوجودكوا في حياتي. وفي ناس تانية عايز تقول لها حياتي معاكوا مش هتكمل، هتبوظها. في ناس كتير ما بتحسش، في ناس بتكون عارفة وحاسة ومش بتتكلم، ولا عايزة تقول لك مالك، ولا عايزة تقول لك فيك ايه، بتكبر دماغها. انا عايزة اقول حاجة يا جماعة، الدنيا صغيرة صغيرة قوي، وقتها صغير قوي، وانت هتعيش مرة واحدة وعمر واحد. فلو مش هتعيش عمرك ده وانت مرتاح، وانت عارف تتعامل مع الناس اللي حواليك، أهل، أصحاب، معارف، قرايب، زوج، زوجة، أبناء، هتبقى خسرت كتير، وأولهم نفسك. الحاجة اللي أنت المفروض تزعل عليها صحتك، عافيتك، أهلك،
هتكتم جواك، انت هتتعب. انا دايما كاميرنا يعني بشوف ان انا يعني ليه اعافر عشان اعرف حاجه هتتعب اعصابي ليه، وهتتعبني انا وفي الاخر هيبقى اكتشفت الكذب واكتشفت الخيانه. طب وليه؟ طب وليه؟ طيب ما انا قاعده كده زي الفل. ما تعرفوش يا جماعه عشان تعرفوا حاجه انتوا عارفين كويس انها هتكسركم، هتوجعكم. انا عايزه اكمل موضوع مصطفى الاغا. الحياه دي سين. يعني ايه سين؟ سين هيلون حياتك. هتتولد عشان هتصرخ، ستكبر وستتعلم، ستسعى وممكن ستسعد، حتما ستحب، ولكنك ربما ستسكر، ستغزل وستتألم، ولكن ستتعافى وستنهض. في الحياة دي ستتهمش، ستتأذى وستسقط، ولكن إذا كنت قويا ستقف وستستمر وستعتاد. ولكن لو كنت عميقا ذكيا ستتعلم من الدروس وستكبر وستنضج سوري. في الحياة دي ستبتسم وستبكي، ستنجح وستفشل، ستراجع وستصل، وفي النهاية ستخرج من هذه الحياة زي ما جيت فيها. بس المهم السمعة اللي هتعيش من بعدك، إن خير عملت أو شر وراك سبت. قبل نهاية الحلقة يا جماعة، في دعاء دايما والدي ووالدتي بيقولهولي، بس أنا حبيت أكتبه لأن هما بيقولهولي بالطريقة العامية، فأنا حبيت أكتبه بالطريقة العربية. اللهم عوضني عن كل إنسان قبلته ولم يعرف قيمتي، عن كل شخص ظلمني. اللهم عوضني عن كل موقف أفسد بعضا من حياتي، عن كل صدمة كسرتني، عن كل طعنة آلمتني، عن كل خذلان آذاني. اللهم عوض ألمي فرحة وخساراتي مكسبة، واجعلني قارر النفس هانئ البال، واجعلني متصالحا مع نفسي في كل الظروف والأحوال، واجعلني صبورا شكورا، وجنبني ذل الحاجة ومر السؤال. كنتم معنا في حلقة الكلام فيها ما انتهاش، هيبقى في حلقة جديدة. أتمنى الناس تحس بالناس اللي حواليها، وما تسيبوش نفسكو لكتمانكو، ما تسيبوش نفسكو تقتلكو. اتكلموا، انهاروا، اصرخوا عشان تقدروا تعيشوا. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، حكاية في كل بيت.